ما بحبش القرنبيط هو انا قلت ايه ما نقولش على نعمه ربنا ما بحبش كل خلاص القرنبيط هو اللي ما بحبنيش وبعدين انت طول اليوم قاعده قدام قنوات الطبخ ماسكاره وقلم وبتكتبي ما فيش مره تعملي لنا فيها اكله من اللي انت بتكتبيهم ولا انت بتالفي كتاب طبخ وبعدين يا حسن ولا ما فيش الكلام ده نقولنا قلنا ايه اللي تعمله ماما ناكله من سكات احنا بناكل عيش يا ابني هنا في البيت ايوه بتاكلوا عيش في البيت ده أيوة. يعني نقول الحمد لله وانا يعني لما اقول الحمد لله الارنبيت هيتحول بيتزا وبعدين الارنبيت نعمه ربنا صحيح بس انا بقي عايز اكل بيتزا اه انت عامل الغاغه دي عشان عايز بيتزا من الواد اللي على الناصيه خد خد يا معلم حسن هات اللي انت عايزه ولا ما في حد مصبرني في البيت ده غيرك انت يا معلم سيدي سيدي يا الم... سيدي